المنية وأحسن تلاوة وبلغوا إلى العالمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فحي الله هذا المجلس المبارك الطيب داعيا ومدعوا ورئيسا ومرؤوسا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا بخير تحية، وخير تحية هي تحية الإسلام. السلام على هذا المجلس المبارك ورحمة الله وبركاته. وبعد، فماذا عسى أن أقول أمام هذا المشهد المبارك الكريم الذي قل نظيره في دنيا الناس؟ مشهد تتوفر فيه جميع العناصر التي يريد القرآن الكريم أن يرسمها مشهدا في الكون. القرآن الكريم جاء ليرسم مثل هذه المشاهد في كون الله، وذلك من أجل أن يتطابق مشهد القرآن الكريم الذي هو كتاب الله المسطور ومشهد كتاب الله الكريم الذي هو كتاب الله المنظور. فهما الكتابان، كتاب الله المسطور الذي أنزل من أجل أن يقيم هذا المشهد، وكتاب الله المنظور وهو هذا الكتاب الناطق بحاله. فنعم السرير كتاب الله، إن له حلاوة هي أحلى من جنة الطلب، به فنون المعاني قد جمعنا، فما يقول من عجب إلا إذا عجب. أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أحسن الكتب لطائف يجتليها. هذه اللطائف يجتليها كل ذي بصر، ليس كل الناس يبصرون لطائف القرآن، وإنما يبصرها من فتح في قلبه عين بصيرة ناظرة. فمن فتحت هذه العين في قلبه فأبصر حقائق القرآن ومعاني القرآن، جلاها للناس في مثل هذا المشهد، جلاها لأنه أبصرها، فلما أبصرها وصل الناس بها، أبصرها هو. فمن لم يبصر معاني القرآن ولطائف القرآن ومشاهد القرآن لا يستطيع أن يبصر الناس بها، لأن فاقد شيء لا يعطيه. فلما أدرك هذه الحقائق وتجلت في ذاته هو أنوارا وأسرارا، تجلت في ذاته أنوارا وأسرارا، وهذا شأن القرآن. عندما تستقبله بكلك وتفتح له صدرك وقلبك وتفتح له قلبك وكيانك وروحك تنعكس عليك أنواره وأسراره. فليس كل الناس تنعكس عليهم أنوار القرآن وأسرار القرآن وجمال القرآن وجلال القرآن، وإنما تنعكس على تلك القلوب التي تلقته. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وليس كل الناس يتلقون القرآن، إنما يحصل التلقي بترقي، ولا يحصل الترقي إلا بالتلقي. عندما يحصل التلقي يحصل الترقي، وعندما يحصل الترقي يحصل التلقي، لأنه لا بد من صعود وسمو. أما الذي عرض في التراب، أما الذي عرض في التراب وتمرغ في الطين فلا يمكن أن يتلقى القرآن. واتلو آلهم لما الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه انخلد إلى الأرض متبعا
عافية. سواء كنت في جامع أو كنت في وادي، أينما كنت فعندما تعتصم في القرآن وتتمسك به يرفعك. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فمن الذي شدنا نحن وشد غيرنا ليتجشر الطريق إلى هذه النقطة المباركة وهذا الحق المبارك، هذا الحق الرباني الذي نبت رسوله وأثمر زهره من كل الفئات، من كل الفئات، من البنيات، من البنين، براعي صغيرة متوسطة كبيرة، حقل جمع كل فنون القرآن، كل فنون القرآن هنا التي تجلت في هذه الأنواع، في هذه الزهور، في هذه الجمالية الرقراقة، هذه الزهور المباركة في هذا الحقل الذي زرع فأبت. Thank you.
تؤتي أولاهن حينئذ في ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الأشجار التي ترون خير القرآن كلها مشتتة، لا يغرنكم خضراؤها. إياكم مخضرة دمان، قيل مخضرة بما يصون القلب. المرأة حسناء في مدينة السوق، مدينة السوق هذا هو المبيت، مبيت الحرام. رأينا إبداعا، وهذا شأن القرآن. المربي في صاحب الإبداع، رأينا إبداعا في القرآن وفي القرآن وفي مجال القرآن. إنه القرآن الذي يعلم الناس الإبداع. فيا خسارة من لم يأخذ من القرآن خمس نزاع. رأينا جمال التربية، يا من تنادون على تربية المواطنة، ها هي تربية المواطنة المتجمية هنا بالقرآن. لا نستطيع أن نربي بغير القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب في كل شؤون الحياة. لا أحب أن أطيل عليكم، لأن في الصدر كثير، وكيف لا يكون في الصدر كثير وقد تأثر بهذا المشهد. هذا المشهد الذي يخرج من الصدور الحقيقة ما هو كنوز فيها. أيها الإخوة الكرام، أهنئ هذا الإمام المبارك عبد العزيز، سأل الله أن يعزه بالقرآن، وأهنئ سكان هذا الدوار المبارك الذين أبدعوا والذين أنشأوا والذين التفوا حول القرآن. فهذا من عجائب الله وآية الله أن يجتمع هو كامل رجال ونساء وصغار وكبار حول كلمة الله، ولكنه القرآن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.